البزورية، هذا السوق التاريخي الذي يضم العديد من الخانات التاريخية والمباني والمتاجر التي تبيع مواد العطارة، الزهورات الشامية والأعشاب التي تستخدم في الطب الشعبي العربي. كاميرا الأخبارية السورية زارت محلات العطارة التي كانت وما زالت مقصد العديد من الناس التي تلجأ إليها كعلاج طبيعي. خلينا بس نحكي قديش مثلاً بيجوا عالم لسه لهلأ بياخدوا أعشاب، سواء كان للكلاوي، للرمل، لعدة أمور، يعني في عندهم إيمان لهلأ بالطب، طب الأعشاب. صحيح، لا شك هذا الموضوع قديم وأزلي، يعني منذ نشوء النباتات في موضوع للعطارة وللنباتات العطرية والتداوي بالأعشاب. الأعشاب هي بالأول والأخير ليس لها أي مضاعفات جانبية وبتفيد بشكل ما بتضر. في نباتات ضارة ممكن نتجنبها وفي نباتات صالحة للمعالجة، مثل الأمراض السعال، أمراض مثلا القحة أو النغص أو تشنج الكولون، في إلى أعشاب بتساعدها هي لأنه تتعالج منها. نعم، عم يعني مثلا الميرمية، البابونج، المليسة، الورد الدمشقي، كل هدول بيستخدموها لوجع البطن وتشنجات الكولون. عم هدول مثلا اللي عم نشوف هاي الأعشاب مثلا مثل هذا الشعير الهندي، مادة مطهرة للأمعاء، منظفة للكولون، بتعمل تليين للمعدة والأمعاء، هيك شيء يعني الأعشاب. في عندك مثلا الورق الغار يستخدم للنكهات والطبخ، في مثلا الخرنوب معروف يستخدم لفقر الدم أو للسعال كمان للقحة، هيك شغلات. لهذا السوق طابع ونكهة خاصة، ولكار العطارة المتوارث أيضاً ما يميزه من حيث الخبرة، فعندما يجتمع التخصص العلمي مع الخبرة المتوارثة من الأجداد يكون النجاح والتميز. العطارة ما هي السر؟ كل يعني إذا بدنا نعرف العطارة هي الشكل القديم للصيدلة والطب، أو الطب والصيدلة هن الشكل المحدث للعطارة. الفرق بيناتون إنه العطارة تعتمد على المادة الطبيعية جاهزة، بينما الطب الحديث بده المواد منقاية محطوطة بشكل جاهز لشان سهولة الاستعمال. طبعا الفرق بيناتهم، يخطئ من يظن أن هناك تنافس ما بين العطارة والطب الحديث، هن يتسابقوا لخدمة المريض. الفرق بيناتهم يعني نحن زمان كلياتنا منشوف أهالينا كانوا يحطوا هالكيلة المي على الصوب ويحطوا فيها ورق اللي بيسموه خطأ عنا الكينة، يحطوا زعتر، نعنع ليتبخروا فيه. هالأشياء قدم لنا إياها الطب الحديث بشكل حبوب جاهزة أو بشكل قطرات سائلة عم يحطوها، سواء بمراهم عم ندهن فيها تحت الأنف أو الصدر، أو عم نحطها بالمي نتبخر عليها. بالنتيجة نحن عم ناخد نفس الفائدة. أنا لما بدي أقول عندي مضادات أكسدة لازم يكون في عندي عيار معين. مثلا إذا بدي أخد أبسط شغلة عم نتناولها يومياً اللي هي الشاي الأخضر، إذا بدي قيم قوة مضادات الأكسدة فالشاي الأخضر بتجي القوة تبعه 300. بالمشموش في عندي مضادات أكسدة بس عيارها 15، بيجي بطبل وبزمر وبغني للمشموش، هذا ما بيجوز. مو كل مضاد أكسدة عطاني فائدة. في عندي الأنجينار الأرضيشوكي، إذا بدي أحسب المضادات الأكسدة بالأرضيشوكي ونبات العكوب بتوصل للألف وخمسمية، بجيب قارنة بمواد القيمة فيها 100 وما دون، ما بيجوز. لما بالأكسدة بدي أحكي بمواد القوة تبعها عالية لأستفيد منها. يبقى لسوق البزورية طابع تاريخي خاص، ولكار العطارة شيء يميزه عن غيره، فمهما تقدم الزمن والعلم والتكنولوجيا تبقى أصالة التاريخ حاضرة في قلوب الناس، ومثل ما بيقول المثل يلي ماله قديم ماله جديد.